السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، يرحل ما يرحلش، وين غوارديولا، وين قال لهم لن يرحل ما دامني انايا في السيتي، وما غاديش يروح. صعيب حبسو تاع محرز، محرز غادي يروح، محرز غادي يقعد، محرز راه في الدوره، محرز صعيب. غوارديولا قال ما دامني انا في السيتي محرز ما يروحش، كي نروح انا محرز يروح. يعني مشروع جابه، تعال جابه كانت عنده من عام، كان عنده 27 عام 26، جابه مشروع غوارديولا، كي جاب محرز جابه مشروع رياضي، يعني باش يدي به القاب، باش يعمر السي في تاعو ويعمر الخزينه تاع مانشستر، وحتى محرز وين يعمر السي في تاعو، عمر الخزينه بالالقاب. وين غوارديولا رياض لن يرحل ما دمت انا هنا، في تصريحات صحيفه له خرج التقني الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي ليرد على الشائعات رحيل النجم الجزائري رياض محرز عن الفريق في الصيف. النهاية هذه وين قال لك بلي ما مازالوا ما نيغوساوش معاه، نيغوساو ما نيغوساوش، يعني ما كاش معاه رياض محرز. مام رياض، مام رياض وين شرا ساكن في مانشستر، ومام فانيك خرج خطرة فانيك الوكيل الأعمال تاعو وين قال لهم بلي يا ودي هو راه أليز، راه مليح في راه مليح في النادي، ما عنده حتى مشكلة، الناس هي تحضر له. صحيح كيما ذاك اللي قال لهم هذا اليوتيوبر، قال لهم قال له بال، قال لهم نعطوك الذهب تاع انسانه وروح يا ودي، انت يا شاب عكب وتحسن تدي خاتم ولا كتلاتك. وين اليوم وين نتكلموا، وين قال المدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، رياض محرز سيكون معنا الموسم المقبل، والذي والذي بعده والذي بعده، طالما انا هنا رياض سيبقى هنا. دب دب حبس. وياتي هذا التصريح رد، يعني وين رد صريح على كل من يريد يعني خدمات رياض محرز، وين قال لك باللي الناس هدرت، ناس في الاعلام اعلاميين هدروا برك، صح يقول لك باللي راه رايح، راه رايح كيسموها، رايح الريال مدريد، تدخل دير ماركه من بعد تدخل للسيت تاع الريال مدريد، كلش كاين جوجل، كلش كاين، كاش قاعد يجي يكذب بالك، مي تسمع هضره طاف روح تك تك تك، شوف ما تمشي كاع كاع رياض محرز مكاش. هو مدرب صحافي تكلم مع زيدان على على رياض محرز، زيدان عطى الراي تاعو قال لهم لعاب كبير ومنا وكلش، صحافي في ديك كسمو هذيك تاع اسبانيا هذيك يهدر، قال لهم رياض محرز غادي يروح يمكن يكون في ريال مدريد، قال يمكن، ما قالش راه يخرجوا ناس يغلطوا الشعب. يا ودي لا اسمحي بشويه، لا راح مرحبا، وانا واحد من الناس، انا واحد من الناس كيما راني نشوف رياض محرز راه يلعب في في اكبر نادي واكبر بطوله واحسن مستوى من تاع اسبانيا، مستوى تاع اسبانيا من 2017 ولي الرول، راني معاكم تاع تاديك تاديك 2006 2000 كانت مليحه، صورتو من 2008 ورواح كانت مليحه، بصح دروك النيفو ماهوش النيفو اللي كانوا عليه، كان نيفو هذاك مي كان نيفو تاع البارسا، النيفو تاع اسبانيا، داو كوب ديمون، داو كوب دوروب، كوب ديمون كوب دوروب، ها النيفو وين تحس، وين تشوف انت يا لي زونغلي 2019 تشامبيونز ليغ فينال دو زيكيب دي زونغلي، اوروبا ليغ دو زيكيب دي زونغلي، السنة راك تشوف كيفاش، يعني ثلاثة تاع لي زيكيب مانشستر تشيلسي ارسنال غلطات، يعني وين فيا ريال فاتت مع مانشستر يونايتد، ومرشحين مانشستر يونايتد ديها خاطر علاه
حياه كبيره مانشستر يونايتد فين ما عندنا ما نحضروا يعني. وين جاء هذا وين جاء هذه التصريحات يعني من غوارديولا؟ رد صريح على كل الاخبار التي تفيد رغبه الدوري الجزائري في الرحيل وعدم تجديد ومفاوضته مع الاداره عن النادي، وكذلك رد على الشائعات التي تقول ان غوارديولا يريد بقاء محرز، لا يريد بقاء محرز في مع السيتي. يعني الهضره هضره تاع الناس في اليوتيوب والهضره منا وتاع غوارديولا تجايح يا ولدي. قلت له بقى هذيك ترى الشيطان غوارديولا تجايح هذي مين نسمعها؟ والله العظيم والله نكره نعيف البوله كاع، والله العظيم لا تكره البوله على بالك تسمع شي صوالح ما كاش كاع هادو سبحان الله. الناس ولات شعب غوارديولا تجايح التبشيرات يا ولدي. قلت له التبشيرات اعطيه، علاش غوارديولا مشى يلعبه؟ اعطيه حلول، اعطيه حلول. الناس كيشوفوك اعطيه حلول كيما نديرو. علاش الناس ولا تهضر؟ قال لك كيفاش قال لك غوارديولا ما لعبش باناف كيما نقولوا حنا، ما لعبش باغويرو وما لعبش بخيسوس نهار اللي لعبوا كونت باريس سان جيرمان الي روتور. هذه الناس قاعده تهرب منها ما يبغوش يهضروا عليها. علاش ما لعبش؟ خاطر عليها عنده محرز أردوغان، عنده فوندير وعنده دي برين، ما لعبش يلعب بخطه يعني كانت محكمه، ما لعب لهمش. عرف كيفاش يلعب صناعه اللعب من خط وسط الميدان يعني، وطلع لهم لا ديفونس وبلع في الروتوش. لعب لهم عقليه تاع حل بلع. على ولينا نشوفوا محرز في الدفاع، على خطه 4-4-2 وين تجبر اي مهاجم يلعب في لا ديفونس، يسيب روحو في لا ديفونس خطه. قالت كاين الناس اللي قال لك محرز لعب بزاف هو بروحو اصلا. محرز قال انا يا وليت نلعب في الدفاع، بصح الخطه اللي لعب بها غوارديولا خطه 4-4-2 اللي تجبر اي مهاجم يلعب في الدفاع، يسيب روحو يدافع. هذه هي اللي تخليك، هذه اللي الناس بالك ما يعرف كلي لا كلي يعرف كلي يبغي يسمع، وكاين اللي ما يعرفش يعرف تاع غوارديولا انت جايح تمشي راجل يا ودي. محرز خرج، محرز يا ودي خرج انت باين بالتاشيه تاعو تاع 2000 تاع ماربورو ويقول راني رايح، ولا انت باين تضمن له يروح الريال ولا هاد تهدروا شويه لايكات شويه هاوسن وصايك ديك الليله وغدوه ان شاء الله كوستوغ ينقلب تنقلب معاه. هذه مشي مليها الناس يتبعوكم، اعطيه الصح شي كاين كاش. اذا كنت انت تكذب عليا تقول لي بلي محرز راه في الرياض صايق رسميا، وين رايك كنتو تقولوا بلي عطال راه في تشيلسي، عطال في اتليتيكو مدريد، عطال في باريس سان جيرمان. بصح كاين اللي ما عندوش امكانيات باش يدخل يشوف في جوجل وكلش، سبحان الله كاين اللي ما يعرفش كيفاش يدخل يشوف في جوجل، كاين اللي يعرف كاين اللي ما يعرفش، كل واحد وكيفاه. انا نشوف واحد يهضر ولا نشوف خبر يدير لك عاجل جوجل، نروح ندخل جوجل طاب ندخل السيت تاع باريس سان جيرمان نصيبهم كذا عطا نمشي هادرين عليه، ندخل ريال مدريد نصيب محرز كاع نمشي دايرين في القائمه تاع الاهتمامات باش يجيبوه، ماشي حاقرين ولا يا عارفين اداره تاع ريال مدريد عارفه بلي ما تنجمش تجيب محرز، عارفه بلي محرز يعني محصن كاش لي توشيه غير قابل للمس. هذه باش ديروها في ريسك غير قابل للمس. قال بزاف يجي يهضر لك هضره ما كاش كاع منها، كيجي تهضر انت تقول بلي محرز يا ودي. لا كيما نهار اللي ولاو في ضربه تاع كورونا بالرحمه مسكين طوروه كاع في البطوله تاع انجليز، ومن بعد داوه الانتر داوه روما، ومن بعد عاودوا داوه البطوله الالمانيه، ومن بعد دخلوا اسبانيا، ومن بعد راه في باستها. شو كيفاش؟ وين راهم نتوما كنتو تهضروا؟ وين راهم؟ كنت نقول لكم يا ودي مكاش، انا ندخلوا نشوفوا مكاش. الناس كاين اللي يقول لك شو بين راه كاره هادشي باغي يروح، يعني ماشي باغي يروح، انا كنت باغي يطلع بهاليكيب تاعو
كيما محرز كان غادي يدير، كان غادي يولي شي كول، كره ماركا كره منها. حنا نتمناو هادو دو ماتش لهم باقيين يماركي فيهم غير هدف بركي، يختمها بهدف هذا مكان الله يجعل يماركي برك. هذه هي.